ركلات الترجيح أعظم لاعبي كرة القدم ضيعوها، لذلك حتى اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراة اليوم سيكونوا تحت ضغط كبير جدا ويحتاجون إلى المحافظة على أعصابهم. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة، تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدا لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. ثاني اللاعبين المسددين، الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. ثاني لاعب يسدد، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، ضربة مذهلة. ثم مع الثالث الآن، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. يلعبها في الجانب الأيمن، روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. الآن الدور على اللاعب الرابع، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة، يتصدى لها الحارس، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة، اللاعب الخامس. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الكويت، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ تهدي الفوز للفريق الإمارات العربية المتحدة، فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة، نجح الفريق في الانتصار في النهاية.